شوية يلتحق بينا صديقنا أمير يعطينا أهم أخبار الساحة الفنية، أهم أخبار المشاهير كيف كيف. تلتحق بينا صديقتنا أميمة اللي قاعدة تخدم في خدمة كبيرة. أميمة تجري اليوم، تجري ورا كل شيء، دونك يعطيها الصحة، نسلموا عليها برشا، تعطينا زادة بروبوزيسيون، تقترح عليكم بلاصة تنجموا تمشيوا لها. كما قلنا لكم زادة في ساعتنا الثالثة يكون موعدكم مع ضيفنا ضيف العادة سليم الحريسي، من بعد نحكيو على مسيرته على جديده، نلعبوا معاه شوية لعب، دونك من بعد شوية يكون موعدكم مع سليم الحريسي. أنا انترفيو إن شاء الله بقدرة ربي يكون سامباتيك. أما مازلنا نحكيو على الباك وعلى أول ثلاثة أيام في الباك وعلى ثلاثة أيام اللي جايين، دونك نعطيو شوية نصايح نوجههم لتلامذتنا اللي باشوليه نتاعنا مع أخصائية التغذية مدام غالية العطواني. مرحبا بك مدام غالية. صباح الخير مثل الكل. شنو حوالك؟ شنو الأمور؟ لاباس الحمد لله. نشكرك برشا على قبول التدخل معنا. دونك كيما قلنا العباد يمكن مستغربه شنو هي علاقه اخصائيه التغذيه بالباك. فوالا دونك انت فسري لنا انت. كيما نعرف تعدي 3 ايام على الباك ومازال 3 ايام توا، واللي يكثر الخوف والستريس على هذاك اخترنا اليوم باش نتفسر معنا كيفاش نجمو نتفاداو الستريس، شنو الماكله اللي لازمنا ناكلوها، شنو الماكله اللي لازمنا نتجنبوها. نبداو بالماكلة اللي لازمنا ناكلوها باش نقتلها من الستريس. ديما كي نحكيو على الستريس نحكيو على المغنيسيوم، خاطر المغنيسيوم ديما يخلينا اليز ويقتلنا من الستريس. المغنيسيوم موجود في الشوكولا نوار، نجمو كي نبداو نريفيو معناها ناخذوا شوية تابع شوكولاتة بحذانا، أما ما نكثروش. المغنيسيوم زاد موجود في الكاكاو، نجمو نعطوا كعبة بانان اللي هي فيها المغنيسيوم معها شوية حليب ومغرفة كاكاو. زاد المغنيسيوم موجود في البقول كي الحمص الفول الجلبانة، وموجود كميات هامة زادة في المكسرات كيما اللوز الزوزة الفستق البندق، وزاد ما ننساوش اللي المغنيسيوم موجود في الخضر الورقية كيما المعدنوس السلق والسبناخ. تو باش نتعداو العنصر الثاني هو عنصر المغنيسيوم. انا قبل غالية باش نتفاعل معاك، المغنيسيوم فاش يعاون بالضبط؟ شنو يعاون؟ شنو يعمل؟ ينقص من الستريس ويخلينا اليز. هذا افيكاس معناها. هذا مهم برشا. نعملوا مانيزيوم ندخلوا بلا ستريس جملة. ينقص الستريس بالقريب بالقريب. باهي كمل ياي. باش نتعداو تو الحاجة الثانية اللي هي تدخل في تركيبة الدماغ، معناها الدماغ يتكون من 20% من الدهون. لهنا كي باش نحكيو على الدهون برشا ناس تستغرب علاش، خاطر الدهون ديما مخلين عليها فكرة غالطة اللي هي مضرة بالصحة وتسمن وتعمل برشا حاجات. ألوغ كو الدهون، لهنا باش نحكيو على الدهون المفيدة اللي هي ليزوميغا 3 وليزوميغا 6. الأوميغا 3 موجودة في زراعة الكتان وموجودة زادة بكميات باهية في الحوت الأزرق، والأوميغا 6 موجودة في الزيوت النباتية. أما لهنا يلزم نردوا بالنا، يلزم يكون فما أن بو رابور بأوميغا 3 وأوميغا 6 باش تنجم الأوميغا 3 تكون فعالة ونستفادوا منها بالقدا. وأكثر حاجة فيها رابور هذا يكون متوازن هي الزوزة، على هذيك ديما الناس معناها تربط اللي ديك زعما بالزوزة. الزوزة لازمة. هي أهم حاجة فيها برا كورد ميجا 3 إذا ميجا 6. فهمتك. نتعدلت والحاجة الثالثة اللي هي زادة تدخل في تركيبة مكون مكونات الدماغ هي الكولين. تدخل في هي اللي شنية؟ تركيبة الكولين. تدخل في تركيبة الأسيتيل كولين اللي هو موجود في الدماغ. الكولين هذه موجودة بكمية هامة في العظم. اما لهنا يلزم نردوا بالنا، العظمه ما تكونش مقليه ديما في الزيت، يلزم نعملوها بطريقه صحيه، معناها باش نجموا نستفادوا منها بالقدا. نجموا نعملوها اومليت ولا تاجين، ولهنا كي نعملوا اومليت ولا تاجين لازمنا نحطوا فيهم شويه معدنوس وشويه سبناخ، باش هكا الف وان نستفادوا من الكولين الموجوده في العظم ومن المغنيسيوم الموجود في المعدنوس والسبناخ. ونجموا تبدا نعملوا بالعظام كريب ولا اي حاجه، ولا كي نعملوا كريب نحطوا فيها شوي كاكاو وشويه زاد زريعه الكتان باش نستفادوا من الكولين في العظام والاوميغا 3 في زريعه الكتان والكاكاو الموجود في المغنيسيوم. لهنا توا باش نتعداو حاجه مهمه برشا هي في فطور الصباح، فما معناها برشا اغلبيه كلام توا ديما فطور الصباح ياخذوا يا اما جو كرواسون غاتو بسكوي واللي هما سكريات سريعه الامتصاص، ويلزمنا نتجنبوهم خاطرهم فيسا باش يطلعوا مستوى السكر في الدم، وفيسا باش يهبط بعد 30 دقيقه 45 دقيقه كيك باش يهبط، والهبوط هذا باش يتزامن مع وقت لي زيكزاما معناها وقت اللي باش يبدا يعدي التلميذ باش يحس روحه فقد التركيز وبدا يضبط وصي معناها ما عادش ينجم يركز بالكدا. فهمتك. على هذاك انا ننصحكم باش نحاولوا نتجنبوا السكريات سريعه الامتصاص ونعوضوهم بسكريات بطيئه الامتصاص كيما البسيسه الشوفان والخبز الاسمر. باش نعطيكم شويه امثله معناها نتاع
فطور صباح صحي في وضعك اللي بسكوي واللي كخواسون نجمو ناخذو بسيطة بالفاكهة تكون نحطو فيها مغرفة صغيرة زيت زيتونة وناخذو معها مصدر متاع بروتين كيما حليب ولا ياغورت وكعبة غلة وإلا نجمو نخلطو ياغورت وشوفان شوية زريعة الكتان وشوية لوز وناخذ معهم كعبة غلة ولا نعمل ترتين معناه مثل التاتي ترتين بالخبز أسمر يكون فيه شوية جوتة ولا شوية جبن أبيض ونرش عليها كي شوية زريعة الكتان باش نستفادوا من ليزوميغا تروا اللي حكينا عليها بكري وناخذوا معاهم كاس حليب ولا ياغورت وكعبة غلة. فهمت. ولهنا ما يلزمناش نساو الوجبات الاخرين اللي هما الفطور معناها نص النهار والعشاء يلزمهم زاد يكونوا متوازنين فيهم جميع العناصر الغذائيه كيما السكريات والبروتينات والدهنيات والالياف الغذائيه. وما ننساوش حاجه اخرى مهمه برشا اللي اغلب من الناس تلهاها في الماكله والتركيز معناها والتلفزيون كله ينساو ما يشربوش الماء بالكدا. ولهنا غلطه كبيره خاطر الجسم زاد يبدا نقص ماء معناها ما ينجموش يركزوا بالكدا. لازم تكون نشربوا الماء معناها نقسموا كميه شرب الماء على طول النهار مش نشربوا كميه كبيره في وقت واحد هكاك الجسم باش يحاول يتخلص منها وما يتخلصش منها بالكدا. اي واضح واضح بيه. حاجه اخرى النوم لازم زاد ما نسهروش برشا نحاولوا ناخذ وقت كافي من النوم خاطر وقتها باش تصير الميموريزاسيون تاع الحاجات اللي قريتوهم في النهار الكل باش يتسجل في الليل باش تفيق الصباح معناها يبدا متفكر الواحد وما ينساش اللي راجعوا قبل. واضح واضح بيه غالي يعطينا نصايح زادك اللي نفهمهم الكل قبل النوم ناكلوا ولا شنو نعملوا بالضبط؟ ماذا بينا حاجه زاد فيها المغنيسيوم قبل النوم كيما بنان ولا حليب باش تخليها كي معناها نستمتع بالقريب النوم وما نتعبوش كيما غدو. بيه وشنو هي الحاجه اللي ناكلوها باش تقوي لنا الذاكره فما كان لي زيكزامان تاع الحفاظه وكالجو؟ فما كيما حكيت لك على ليزوميغا 3 ليزوميغا 3 اوميغا 3 الحوت الازرق وزراعه الكتان. واضح ميرسي بوكو ميرسي بوكو غاليه نشكرك برشا على النصائح نتاعك وقبول التدخل معنا في الوقت هذا. عايش للناس الكل عايش ان شاء الله بالتوفيق للعباد الكل ميرسي بوكو ليك انت كانت هذيا غاليه عطويني اخصائيه تغذيه عطتنا بعض النصائح للباشولي نتاعنا باش الثلاث ايام الجايين شنو ياكلوا شنو ما ياكلوش شنو اللي يعاونهم شنو اللي ما يعاونهمش. الويكاند مازال متواصل حتى للعشرة نتاع الصباح نشكركم برشا على الكومنتير نتاعكم نسلموا عليكم العباد اللي تسمع فينا من خارج حدود الوطن وتتفرج فينا على اي اف ام تي في على الباج يوتيوب نتاعنا راديو اف ام. احنا نسمعوا شويه موسيقى مستمعينا نبدلوا شويه جو ونسمعوا كافا جيت نعوم الموجي قلبني تو سويت على اي اف ام ورجعينا.